الله الرحمن الرحيم. مشاهدي شاشة الشروق الفضائية، أهلا وسهلا بكم، صباح جديد عليكم، صباح الخير وإطلالة جديدة. إن شاء الله سعيدة أنه أكون من خلال عبر صباح الشروق، وإن شاء الله هتكون عندنا أيام متتالية من الصباحات المشرقة والمباشرة بإذن الله تعالى. تحية صباحية لكل اللي بتابعونا في الشروق من كل الولايات المختلفة، وتحية لأهلنا خارج السودان اللي هم في انتظار وتشوق لشاشة الشروق الفضائية. وعدنا والعود أحمدي، صباح الخير عليكم، وصباح الخير عليك يا حمزة. صباحك ندي سام، صباح الخير على كل السادة المشاهدين اللي بتابعوا صباح الشروق. عدنا بثوب جديد بمحطات وفقرات منوعة، نأمل أن تنال رضاكم واستحسانكم. دائما البدايات ندية، وفي أناس شكلوا أرضية ثابتة لصباح الشروق لفترة من الزمن، رحلوا عن دنيان ولكن يظل عطاء ممتد. رحمه المغفرة لزميلنا أنس المسلمي، هو كان هاش باش عزيز حكيم بيناتنا. أنس قدم لصباحات الندية وللشروق عموما الكثير يعني من البرامج والمحطات، فقدناه حقيقة، وافتقدوا الإعلام السوداني اللي عطاه الممتد. يظل أنس باقي فينا محيين على الوجه البسيطة. نترحم على روح أنس الطاهرة، وكمان نترحم على زميلتنا لينا أنور اللي رحلت عن دنيانا في الأشهر الماضية، وكل يعني موت الشروق يعني نحن حزينين جدا، لكن هي بدايات نقتدر بها. دائما صباحاتنا لوفاء ومعطاهم المبتدي أنسى. ألف رحمة ونور عليهم، وهم الرعيل الأول من شاشة الشروق الفضائية، ومعروفين لدى الوسط الإعلامي ولدى زملاء الإعلاميين. فنحن بنعزي كل تيم الشروق، وبنعزي كل الإخوة الإعلاميين في بقاع الوطن في فقد الزملاء، لهم الرحمة والمغفرة، وتظل سيرتهم الطيبة والعطرة، وكل ما قدموه على الشاشات هو موجود بإذن الله تعالى.